محرم شهر حرم فيه الحرب، حرم فيه القتال، وفي العاشر من محرم يقتل ابن فاطمة الزهراء. ثم يأتونك بحديث مزيف، موضوع المتن موضوع السند، أن النبي دخل على المدينة فوجد اليهود يصومون. قال ما يفعلون؟ قال والله كذا يصومونه لأنه يوم نجى فيه الله موسى. قال نحن أولى بموسى. وتعلم النبي الذي ينزل عليه وحي السماء، الذي رفيقه جبرائيل، الذي قلبه مسدد مؤيد، والذي كان يفضح بني إسرائيل، تعلم منهم هذا اليوم من الصوم. ثم في الحديث قال إن عشت لقادم لأصومن تسعة ثم مات. وكأن النبي عاش عاما أو أقل من عام في المدينة المنورة. هذا الحديث الباطل المزيف الموضوع، والله لو جاءوا بأسانيد الدنيا ورواه كل المشائخ فهو حديث باطل. باطل لأن متنه فاسد، أن متنه غير حقيقي، لأنه فيه تقزيم للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يكن يتعلم من بني إسرائيل شيئا، بل جاء مصححا، وكان أعلم بالتوراة منهم، وكان أعلم بالإنجيل من بين مسيح، وكان أعلم بالكتب الأولى، وكان أعلم علمه الله ما علمه الله. إذا كان أحد الأولياء، إذا كان الإمام الرضا يناظر أهل الأديان جميعا بحضور المأمون ويقرأ لهم من كتبهم، إذا كان الإمام علي يناظر الناس أيضا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا الملقن الرباني المرقى المزكى العظيم القدر الجليل؟ هذا رسول الله كان أعلم منهم وكان أزكى منهم، ولم يكن يتعلم منهم ولم يصم تأثرا بهم. لذلك هذه فرية أريد من خلالها أن تنسج أسطورة. وأخذ عندك نفس اليوم، نفس اليوم نجى فيه الله نوح، ونجى فيه الله يونس من بطن الحوت، ونجى فيه آدم عندما تاب عليه، وأخرج فيه يوسف من السجن، وأخرج فيه أيوب من بلواه، ونجى فيه موسى، ونجى بني إسرائيل، والنبي يحتفل بنجاة قوم لم ينجوا على وجه الحقيقة. لذلك قال الله فيهم وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، وقال موسى عنهم في آخر أيامه معهم ربي إني لا أملك لنفسي وأخي وفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هؤلاء الفاسقون لم ينجوا على وجه الحقيقة، نجت أجسادهم وهلكت قلوبهم، غرقت قلوبهم في وحل الدنيا ووحل الشبهات، كما غرق فرعون في الماء وفي اليم. لا وجه للاحتفال، لم يحتفل موسى بذلك، لأن موسى عندما نجا رأى منهم عجبا، واتخذوا من بعده العجل، وأذاقوه عذابات حتى أدخلهم الله في التيه وتركهم 40 عاما، وتركهم موسى ومضى مع هارون ومع يوشع ومع أهله، وفرق الله بينه وبينهم الأبد. إذن هذه الادعاءات الكاذبة، كيف يعقل أن يكون نفس اليوم العاشر من محرم عاشوراء يعرفه نوح وينجو فيه ويعرفه يونس؟ هذا كله من أجل التعمية على شيء حقيقي تم في ذلك اليوم، وهو نحر ابن فاطمة وقتله وسبي نسائه وسلبه وذبحه. نحر، ذبح، ضرب في صدره، قتل أطفاله، قتل أبناء النبي. يا من تدعي أنك مسلم، ألم يقل لك رسول الله لن يتم إيمانك، لن يستقيم حتى يكون أهلي أحب إليك من أهلك؟ أترضى أن يقتل ولدك؟ أترضى أن يسبى نساؤك؟ أترضى أن يذبح أقرب الناس إليك ذبحا ونحرا وتقتيل؟ أنت تخاف على ابنك من الزكام، تخاف عليه من شوكة تشوكه، ولو نزعته وخرج منه دم تبكي وتبيت الليل لا تنام، وترضى أن يكون ذلك في آل بيت النبي، ثم تدعي أنك مسلم وأنك سني؟ هل السنة أن نكره آل بيت النبي؟ هل التسنن أن نتركهم جانبا؟ هل الصحابة أعظم قدرا منهم ثم يخرجون لك والله علي بن أبي طالب رقم 4 وفلان؟ والله ما من أحد بعد رسول الله أعظم قدرا ولا أفضل جاها ولا أرسخ مكانة ولا أعلم ولا أجلى ولا أعز ولا أكرم على الله وعلى رسوله من علي بن أبي طالب أبداً.